آخر يقول أنت استشهدت بقول الإمام الشافعي عندما قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يقول اليوم العلم المعاصر موجود أكثر ما يناله الأجانب، فنحن نجد أن علماء الغرب كلهم هم الذين يقودون الحضارة ويخترعون ويبدعون بهذه العلوم التي نراها، وهم مرتكبون المعاصي، فكيف ذلك؟ الجواب: أولا، الإمام الشافعي لم يتحدث فيما تحدث عنه عن العلوم التقنية أو العلوم الطبية أو الهندسية أو الفلكية أو نحو ذلك، وإنما كان يتحدث عن العلم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذه العلوم التي يسأل عنها الأخ السائل هي التي عبر عنها بيان الله بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا ليس علما، والعلم هو ذاك الذي يثمر الخشية ويثمر القرب من الله سبحانه وتعالى. ولي في هذا كلام طويل ذيل مفصل لا أستطيع أن أفتح ملفه الآن في هذه الدروس. ذكرته في كتابي منهج الحضارة الإنسانية في القرآن. نعم، فإذا أحب هذا الأخ أن يزداد معرفة بما أقول فليرجع ليجد تفصيل هذا الكلام.